ديف واخد مكان في وسط الملعب، يلعبها حلوه قوي لزاراتي، زاراتي انفراد وفرصه لزاراتي، ادي امامنا زاراتي الهدف الرابع لهذا الموسم، اللاعب المتالق الحقيقه ماورو زاراتي، لاعب المعار من نادي السد القطري بعد شرائه ب 20 مليون يورو من فيلاز ساريسفيلد اعاروه لبرمنغهام، واعاره ايضا لنادي لاتسيو يعادل النتيجه في الدقيقه 26. ادي امامنا السرعه بقول لحضراتكم في بناء الهجمات المرتده، وادي امامنا تمريره ويرفع ايده، لكن طبعا مفيش اي شبهه تسلل. ادي امامنا الاعاده، شوف حضراتكم التمريره الحلوه للاعب المتميز، لاعب اللي امامنا لاعب زاراتي يرفع ايده هنا، اللاعب كالاتزي ومالديني هيعانوا من فارق السرعه، لا اعتقد فارق سرعه.